بنات دابا غنجي نزوق الكيك ديال اليونيكورن. طبعا الكيك ديال اليونيكورن راه درت استعملت امريكان كيك، درتو في صواني اللي حاكت 3 طبقات متساويه، وهنا عندي غاناش كريمه بغاناش الشوكولا الابيض، يعني راه سبق لي وريتكم كيفاش تصايبو غاناش مع كريم فريش. كتذوبوا الشوكولا في الميكرووند وكتدافعوا عليه من بعد ما كتخرجوا، كتضيفوا الكريمه كريم فريش وكتخلطوا وكتخليوها في الثلاجه تبرد، وتبقاو مره مره كتحركوها حتى كتبرد لكم بدات كتجمد، عاد كتطلعوها بالباتور. وانا رجعت ضفت عليها واحد الوايبينغ شويه ديال باش تعطيني شويه، لان محتاجه كميه كبيره. وصافي غنبداو. هنا الكيك راه ما قسمتوش، يعني الطبقات درتهم بحال اللي جينا كيك اللي كنشريو من برا، تكون شويه هكا مديره. والكيك راه اسفنجي كيف كتشوفوا. وغنصحيه انا بالحليب اللي درت فيه شويه فانيلا، مورفه كندير الحليب فيه شويه الروح ديال اللوز، ما بغيتش النكهه بعد مرات كتبقى النكهه ديالو قويه، يعني كتطغى على المذاق ديال الكريمه وديال الكيك وديال كلشي. فاليوم غندير غير حليب مع فانيلا. ممكن ديروا كذلك عصير ديال الليمون تسقيو الكيك باش ما بغيتو. الا كنتو دايرين شوكولات كيك فانتوما غديروا اي حاجه، يعني غديروا قهوه تسقيو باي حاجه، يعني ما فانيلا فاحنا كنحتفلو بالحليب او عصير الليمون. فوالا هنا دهنت هادو، راه درت ليا علاش حيت هنايا البابي خليته وحطيت طبقه فوق طبقه ودخلتهم زعما الثلاجه. ملي جيت دابا جبدتهم لقيتهم ليفا يلا اجي باش نصايبو الكيك. غنجيبو قلا ساقك باش يجي داكشي شويه يكون بروفيشنال. ف سبق لي وليتكم كيفاش ديكوريو بلا داك الساقك، انما انا محتاجه نديرو باش يعطيني طبقات متساويه يسهل لي الماموريه. انا البنات غندير ساقك غادي يدرك لكم الفينيسيون، انما راه هادشي وريته لكم شحال من مره. انا بغيت غير باش نسرع لان ما فيهش اللي بقى فيني فيها، ما عنديش الوقت ومع الدراري وداكشي، فراكم عارفين. دونك الوغ البنات السيركل مباشر يخدم ليا، هذا راه زعما شاريها انا غالي، ماشي ديال 20 درهم اللي ولا كيتوفر حاليا في السوق، ومع سمان مباشر تفيكسا فنخدم غير كمل غير هكا عادي، انا ما عنديش الوقت فيش لي تعصب ولي تضرب معاه بزاف. فغنجي غندير الكريمه هكا من الفوق اوكي، وغنحاول انني نبسطها بقياس متساوي يعني بالسباتولا. وبهاد السميتو طبعا انا ما غنديرش طبقه غليظه، يعني تكون سميكه ديال الكريمه غير شويه قياس اللي ما تجيش عاوتاني بزاف الكريمه والكيك قليل. صافي وحنا حيت من هنا ما درنا غير فانيلا كيك ما لونناهش يعني من الداخل، فغناخذوا هذوك السبرينغ. انا البنات غنكمل بالتليفون ديال ماما، فريمون ان التليفون يعمر بزاف بزاف. فهنا كما شفتوا بعد ما درنا طبقه ديال الكريمه، وي طبعا شفت الفلاش ليكم بوضوح، يعني درت الفلاش. انا البنات ني الفلاش ديال كدي، فانا غندير هادو لان كما قلت لكم ما لونناش لها الكيك، فهو بعد المرات اما في اليونيكورن كيك كتلونيه كديري طبقه ريمبو كيف ما درنا في الكاب كيكس، او كديري هاد السبرينكلز هادو اللي كيكونوا ديال الشوكولات كيكونوا بالالوان. فانا حيت ما استعملناهمش غنستعمل هادو اللي فيهم هكا بزاف الالوان بهذه الطريقه غيجي داك الريمبو كولور هنايا او لون قوي قزح. وغنجيب طبقه ثانيه، نحاول ديما لي طبقه تكون متساويه غير نخليها للفوق، ناخذ هذه اللي دايره في الوسط. راه البنات باش نفينيو الجوانب راه سبق لي وريتكم، دونك كنحطوا الكريمه هنايا الفوق وكنجيو كنبداو نقادو فيها، وديك الكريمه اللي كتنزل من تحت هي اللي كنعاودو ناخذوها بهذا الشكل وكنفينيو بها الكيك بهذه الطريقه باش يجينا قاد. الثلاجه حتى تجمد ونعاود ليها طبقه اخرى باش نغلفها مزيان باش ملي نديرو البات فوندون ما تبانش لينا هاد الكيك. المهم دابا غنبدا بهادو، نحاول انني نقطع اطراف بحال هكذا قياس متساوي باش نشكل هذيك العين.
على بحال هكا نقطعها ما امكن نجي ونقطعها وندير بها بحال الرموش هنايا هذا الشكل تاع كيف كتشوفوا كنحصلوا على العوينات هكا دابا نجي نصيد في الاذنين عندي كرايه هكا صغيره نزيد نقص من هادي لانني انا ما بغيتهاش تكون كبيره بزاف هاي هكا ونجي هنا ندير بحال هكا دغيطه هكا في السونتر لتحت باش كنحصل على واحد العجينه بحال هكا ونقعد بهذا الشكل اوكي نضغط عندي هذا هنا كنحصلوا على هاد العجينه بهذا الشكل كيف ما بغيت وهنا عندي غنستعمل هادوك الجام ديال الهندا كاب كيك نحشيها هنا باش هي نشد فيها مزيان نتاكد انها قابضه نعود فيا ديما حاولوا انكم تنظفوا البلاصه فين كتخدموا من اي لون خدمتوا به قبل راه غيبقى لكم اللون وانا كيف شفتوا انا رجعت قديت نودن ندير لها هكذا طبعا اللي عنده هذا الماتيريال راه ساهل عليه الامور تحصلوا على ودينا بحال هكا كيف كتشوف ونجي ناخذ الغوص مع الجيل نجي نحن نصل ابتعد نجاح البنات كيف كتشوفوا معايا فهنايا كنبقى يعني خديت الوان هكا مختلفه صراحه رجع وقال الحميد هذوك الصغار تما ونعمرها غير هكا بكريم شانتي هنا درت اصفر وباقي لي البلو وغنمشي هكا حتى نوصل هنايا هاد البلاصه